تحية تقدير ومودة إلى الأخوة الأعزاء في وعد قيادات وأعضاء وكوادر. فلابد أن نوجه هذه التحية في هذا الظرف الذي تمر به جمعية وعد، وهو الظرف كما نعرف صعب، ولكن الواجب يحتم علينا أن نقول كلمة حق في هذا التنظيم الوطني، وهو التنظيم الذي وقف دائما في صف شعبه وتبنى قضاياه، وكان ولا زال في منطلقاته الوطنية والقومية وفي مواقفه السياسية جزءا هاما وحيويا من رصيد الحركة الوطنية البحرينية، كما كانت مواقفه تمثل علامات مضيئة في تاريخنا الوطني. واستنادا إلى هذه الحقيقة نقول مهما حصل ومهما كان الوضع أو المآل الذي ستنتهي إليه وعد، فإن وعد ستبقى راسخة في وجدان وضمير الشعب البحريني. طلب الأخوان، والمشكلة طبعاً أو لا ليس مشكلة هي، ولكن نحن ثلاثتنا سنتحدث تقريباً في ذات الاتجاه، هذا ما فهمت، وربما نكرر أنفسنا في بعض هالمحطات، ولكن نأمل أن لا نثقل عليكم كثيراً. سأبدأ بالورقة، وورقة الحقيقة تنطلق فكرتها من أنه أزمتنا أو الوضع السياسي الراهن في البحرين هو أشبه بالقطار البطيء، ورغم هذا البطء إلا أن المطبات والمتعرجات أمامه كثيرة، وما يخلق وما تخلق من عقبات في طريق مسيرته أو في مسيرة هذا القطار أيضا لا حصر لها. لذلك كلما استجد جديد وطرأ طارئ وحدثت أزمة طارئة، توقف هذا القطار في محطة، وبدل أن تعالج تداعيات هذه المحطة للانطلاق إلى الأمام، نجد أنفسنا عدنا مرة أخرى إلى المربع الأول. وفي هذا المربع وهذه المحطة الأولى التي انطلقنا منها يتم استدعاء كل الأحداث والتطورات، لا للعبرة ولا للدرس، إنما للمحاسبة ولجرجرة إلى المحاكم. هذه قضية الحقيقة، هذه فكرة ورقة. إذن لماذا تحدث هذه الأخطاء؟ أنا أعتقد أنه الأزمة يجب عندما نتناولها يجب أن نتناولها كمحورين أو كمسارين مختلفين، ولا أقول منفصلين، إنما متميزين. لكل مرحلة لها ظروفها الخاصة ولها تداعياتها ودور الأطراف المشاركة في هذه الأزمة في هذه المرحلة والمرحلة الثانية. هذه هي أساس الفكرة، فكرة الورقة. أقول هناك خطأ يرتكب ليس من فقط الناس العاديين، بس حتى أيضا منهم يعملون في الحقل السياسي ومن بعض النخب المثقفة والشخصيات الوطنية التي فعلا عندما يتم لوم المعارضة في كل محطة أيضا تنجرف، وما ضخ الإعلام أيضا نخضع إلى هذه المقولة. لذلك اسمحوا لي قبل أن أنطلق من الورقة لي أربع ملاحظات بشكل سريع تتعلق بجوهر هذه الورقة. الملاحظة الأولى إن التمسك بالنهج الإصلاح السياسي والديمقراطي هو أحد الأبواب الهامة لعبور الوضع الراهن إلى وضع أكثر استقراراً وأمناً وتقدماً. ومهما كانت المعوقات والتحديات، يبقى خيار الديمقراطية والعمل السياسي السلمي هو
هو أسلم الخيارات وأقل لها كلفة. ونحن عندما نؤكد على خيار الديمقراطية فإننا في ذلك الوقت في ذات الوقت نؤكد بأن الديمقراطية هي عملية تراكمية تتقوى ويتصلب عودها من خلال التجربة. المهم أن يبقى سير التحول الديمقراطي صاعداً وإن كان تدريجياً وطويل المدى. أما التراجع والتذبذب في المسيرة الديمقراطية أو إبقائها عرضة للانتكاس وللمزاجية فإن ذلك يخلق ضرراً بالعمل السياسي وبالتجربة الإصلاحية برمتها. الملاحظة الثانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تتداخل فيها القضايا والملفات مثل ملف العنف والتطرف والطائفية والإرهاب والتحريض على الكراهية، وتختلط فيها الأوراق الداخلية والإقليمية والدولية، هذا عدا عن الملف السياسي المأزوم والملف الاقتصادي الذي يوميا يتعقد، هناك نرى صعوبة إذن في قراءة المرحلة بشكل دقيق وموضوعي، مما يصعب على المراقب الوصول إلى استنتاجات محددة أو رسم سيناريوهات معينة لمستقبل العمل السياسي في ضوء المعطيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تطبع المشهد الوطني العام. وهناك من يرى وبنظرة متشائمة بأن الوضع بلغ اليوم أسوأ محطاته ووصل إلى منحدر أضاع معه كل الآمال والأحلام والوعود ببناء تجربة ديمقراطية صحيحة ومتوازنة. الملاحظة الثالثة هي أن الاهتمام الشعبي بالعمل السياسي وبالأهداف المعلنة مثل العدالة والديمقراطية ودولة القانون والمساواة، إن هذا الاهتمام قد تراجع على نحو ملفت خاصة في العامين الأخيرين لصالح اهتمامات أخرى باتت تمثل أولوية للناس بعد ضيق سبل العيش وصعوبة الأوضاع المعاشية والحياتية. ونلاحظ بمرور الوقت هناك غياب قدرة على الصبر والتحمل عند هؤلاء الناس، إلا أن ذلك لا يعني تخليهم أو تنازلهم عن طموحاتهم في حياة حرة كريمة وديمقراطية سليمة. الملاحظة الرابعة والأخيرة تتعلق بدور بعض الشخصيات الوطنية وبعض النخب من المثقفين والمفكرين الذين ظلوا على هامش الأحداث كرهاً أو طوعاً، وتركوا الساحة خوفاً أو يأساً، وقرروا الوقوف على التل كما يقال للتفرج على الأحداث وعدم المشاركة فيها في الوقت الذي كان ولا يزال مطلوب منهم أن يلعبوا دوراً أساسياً وإيجابياً في صياغة رؤية وطنية شاملة وعادلة للوضع في سبيل الخروج منه، خاصة مع اشتداد انقسام وتفتت مجتمعنا بصورة غير مسبوقة وانفلات الغرائز الطافية بهذا الشكل المخيف والمقلق. إذن كما أشرت في البداية تنطلق هذه الورقة من هدف تبيان حقيقة يبدو أنها غائبة عن إدراك بعض منهم عاملين في الحقل السياسي وكذلك بعض الشخصيات والنخب، وهو ما يظهر جليا في تحليلاتهم لمجرى الأحداث التي تتصف في كثير من الأحوال بالعمومية والمواقف المترددة. وفحوى هذه الحقيقة هي وقوع جل هؤلاء في خطأ وعدم الفصل أو التمييز بين مرحلتين في مسار الأحداث السياسية منذ فبراير حتى وقتنا الراهن. على المشكلة طبعا الأخ يقول لي باقي 5 دقائق، وهذا طبعا على كل حال عموما حتى بس نكون المرحلة الأولى اللي أقصد فيها حتى بشكل سريع، طبعا احنا نستذكر الأحداث كيف تفجرت الأحداث من بداية 14 فبراير وحدث فيها ما حدث. يعني هناك أمور كثيرة حدثت، أولا تجمع في الدوار والضربة الأولى، ثم الثانية وسقوط بعض الضحايا، وكذلك امتداد وتوسعت التظاهرات والتجمعات إلى مستشفى السلمانية والمرفأ المالي وغيرها، وما رافق ذلك طبعا من بعض الأخطاء والتجاوزات، وحتى نقولها بصدق رفع بعض الشعارات التي أساءت إلى الحراك الشعبي. ويدخل في هذا النطاق أيضا مبادرة ولي العهد ونقاطها 7 وقبول المعارضة بها من أول يوم، ثم توقف الحوار نهائيا عند هذا المنعطف بدأت شرارة الانقسام الطائفي
حيث انقسم الشارع البحريني على نفسه، وأصبح العامل الطائفي أو المذهبي هو العامل المؤثر والموجه للأحداث، خاصة بعد إعلان تجمع جمعيات الفاتح أو تجمع الوحدة الوطنية لاحقا، مما زاد في شق النسيج الوطني. ثم جاء قرار فرض حالة السلامة الوطنية وتصاعد التوتر السياسي وبروز مؤشر على الاستهداف الطائفي. طبعا أنا أحاول أمشي بشكل سريع. وقد راح ضحية هذه القرارات العديدة من الأبرياء، طبعا أنا أقصد قرارات الفصل من الشركات، بفعل الشكاوى الكيدية والاتهامات التي تحمل شبه طائفية، وانطلاق الأعلام بكل أجهزته المرئية والمقروءة والمسموعة لصب الزيت على نار الفتنة. في خضم كل هذه التطورات جاء أمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها جلالة الملك. طبعا في هذه اللجنة احنا نعرف ماذا وضعت من توصيات، وكان يفترض من بعد قبول الجهات الرسمية والمعارضة أن تطوي الصفحة المؤلمة التي رافقت الأحداث من بدايتها. وقد بدأت فعلا بعض الانفراجات على أكثر من صعيد، أهمها إطلاق عملية الحوار بين الدولة والمعارضة. صحيح أنها لم تسفر عن حل سياسي، لكنها أكدت أهمية هذا النهج وضرورة الاستمرار فيه للوصول إلى توافق وطني منشور. كما تم إعادة بناء بعض المساجد التي هدمت، وإعادة الكثير من المفصولين إلى أعمالهم، وتواصلت الاتصالات بين المعارضة والجانب الرسمي سواء كان بشكل أو مباشر أو غير مباشر. ما أريد أوصل له أنه هذه محطة بعدها مباشرة من بعد الانتخابات اللي حصلت في 2014 بدأت مرحلة أخرى. في هذه المرحلة الأولى التي بين تفاصيلها، كانت رغم الاحتقان السياسي ورغم الشد الموجود ما بين السلطة والمعارضة، الأخذ والعطاء، إلا أن كانت المعارضة موجودة وكانت شريك وفي قلب الأحداث، وكانت تطرح الكثير من المبادرات والحلول، وكانت تدخل في حوارات واتصالات مباشرة أو غير مباشرة. إلا أن في المرحلة الثانية من بعد الانتخابات مباشرة، انتخابات 2014، بدأ الوضع يتغير. عند هذه المرحلة بدأت المعارضة تتعرض إلى هجوم على كل المستويات، وانفتحت عليها الأبواب، أبواب جهنم من كل صوب. هذه هي المرحلة اللي أنا الحقيقة يفترض أن نستعرض ماذا تم فيها في هذه المرحلة. وقف ومنع كافة الأنشطة الجماهيرية خاصة المسيرات والتجمعات. جرى استهداف مباشر لقيادات المعارضة عبر الاعتقالات والمحاكمات، كما جرى ملاحقة بعض السياسيين والحقوقيين وإحالتهم للنيابة العامة. حدوث جملة من التطورات والمتغيرات الإقليمية، خاصة تزايد حضور القوى الإرهابية وتمددها في بعض الدول، واشتعال حرب اليمن، وتصاعد حدة القتال في سوريا والعراق. وما لا شك فيه أن هذه الأحداث الإقليمية كان لها تأثير واضحا على أزمة البحرين، قد تحكمت في بعض مساراتها وفرضت عليها بعض موازينها وتوازنتها. رابعا أو خامسا، قفل باب الحوار نهائيا بين الحكومة والمعارضة. دخول البحرين والمنطقة في أزمة اقتصادية خانقة في أعقاب هبوط أسعار النفط، وقد أثارت هذه الأزمة فزع وخوف المواطنين بعد ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع بعض الخدمات والسلع الأساسية ورفع الدعم الحكومي، مما زاد الأوضاع ارتباكا وإشاعة مظاهر الإحباط السياسي. انهماك بعض الجمعيات السياسية في معالجة أوضاعها ومشاكلها الداخلية، وهو ما يعني ضياع جزء كبير من جهودها. حل وتصفية جمعية الوفاق باعتبارها أكبر جمعية سياسية معارضة، وهو أخيرا رفع دعوة لحل جمعية وعد مؤخرا، وانعكاس كل ذلك على مجمل العمل السياسي في البلاد بصورة سلبية. هذه هي معطيات المرحلة الثانية والقائمة حتى وقتنا الراهن. وكما هو معروف، فقد أصيب العمل السياسي بشلل وجمود تام. في نطاق استمرار هذه الأوضاع يبرز سؤال هام: ما العمل؟ ما الذي يجب أن تعمله القوى السياسية؟ وهل هي قادرة على إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية الراهنة وفي موازين القوى القائمة، أم تركن وتستسلم إلى هذا الواقع؟ المنطق والواجب الوطني يقولان بضرورة أن تتحرك الجمعيات بالإمكانيات المتاحة، وأن تحاول قدر الإمكان البحث عن مقاربة تحاول من خلالها تدوير الزوايا وإعادة صياغة العلاقة مع السلطات الرسمية لإحداث اختراق في الجمود القائم، والإمساك بفرصة لعودة عملية الحوار داخل حاضنة بحرينية خالصة
بعيدا عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية ضاغطة، وبعيدا عن أي منظور طائفي. مثل هذه الرؤية تستدعي الوقوف وقفة موضوعية أمام المعطيات الراهنة. أنا بحاول أخفض عن هذه الجزئية للذهاب إلى ما علينا، ما هو العمل على الجمعيات السياسية في هذا الظرف. العمل على توحيد مثابة برنامج، العمل على إعادة توحيد الوحدة الوطنية، إعادة الوحدة الوطنية وصيانتها وجعلها السقف الضابط للمعيار والمعيار الوازن لكل تحركاتنا وقراراتنا في المرحلة الصعبة الراهنة، منطلقين من حقيقة وجود علاقة فردية بين قوة وصمود أي مجتمع أو دولة في مواجهة الأخطار وقوة صلابة الوحدة الوطنية. العمل على خلق فرص أجواء مصالحة وطنية شاملة، والتوجه نحو كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب، وتوظيف جهودها لخلق لتهيئة أجواء وإطلاق مبادرات وطنية تخدم هذا التوجه. مضاعفة الجهود نحو عملية إشهار التيار الوطني الديمقراطي، التوجه نحو قضايا المواطنين وأمور حياتهم والتصدي للأوضاع الاقتصادية، التوجه نحو معالجة مظاهر الفساد وحماية المال العام وأملاك الدولة، التركيز على ملف التجنيس من منطلقات وطنية خاصة بعيداً عن أي نظرة عنصرية أو أي موقف ينال من كرامة الحاصل على الجنسية. إن مسؤوليتنا في هذا الظرف عدم الكف أو التوقف عن إجراء مراجعات نقدية لمسار عملنا السياسي، وكذلك مراجعة بعض رهاناتنا وتقديم رؤية وطنية شاملة لتصحيح المسار. إننا بحاجة إلى استرجاع زخم العمل السياسي الوطني مع الثبات على الأهداف والمطالب السلمية التي نؤمن بها، بعيداً عن أي شكل من أشكال الغلو والتطرف أو امتهان العمل امتهان العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. فقد أكدت كل التطورات والمعطيات الداخلية والخارجية وحصيلة التجربة إن بلدنا لا يحتمل التغييرات السريعة والحادة، كما أنه لا يحتمل الصراعات والاستقطابات التي فيها خسارة للجميع. كما علينا مهمة عاجلة وهي تجنيب وطننا أي تأثيرات سلبية للمتغيرات والتطورات الإقليمية المتوقعة، وهذا غير ممكن دون الحصول والعمل على تماسك مجتمعنا وصون وحدته وعدم التراخي في هذه القضية الحيوية. ومطلوب أيضا من جانب الدولة عودة حرية العمل السياسي وفتح آفاق للحوار وتهيئة الظروف المناسبة سياسيا وأمنيا ورفع القيود عن هذا العمل السياسي ووقف كل الإجراءات والقرارات التي تفاقم من وضع وشل العمل وتضييق الخناق على الجمعيات السياسية وصولا إلى إنهاء دورها ووجودها، مما يلحق ضررا كبيرا وأكيدا بتجربتنا الإصلاحية. لعلنا بهذه الخطوات نستطيع تجاوز إكراهات الماضي ومرارات الحاضر والتوجه نحو مستقبلا أفضل خالي من كل التوترات والهواجس والشكوك المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد. وشكرا وآسف على الإطالة.